معلم سام، سلام الله عليكم جميعا، يوتيوبر لي زانترنوت، أينما كنتم وحيثما وجدتم وسعدتم مساء. معكم قدور الهادي من قلب الجزائر. حبيت اليوم في هذه الأمسية بحول الله أنبه البريكولاج، كهرباء السيارة، أنه معظم الخلل التقني الموجود في الكهرباء السيارة هو لابد الالتفات للإنسان أن يلفت الانتباه إلى الوصلات الكهربائية، بحيث الوصلات الكهربائية موصولة بأسلاك نحاسية كهربائية، في معظم الأحيان قد تكون من مادة النحاس، وكذلك ممكن أن تكون مصنوعة من مادة الحديد. فبالتالي هذه الوصلات هذه معرضة للتلف من حيث المناخ الخارجي يؤثر عليها، درجة حرارة المحرك يؤثر عليها، الاهتزاز المحرك كذلك. ما يخفلكش باللي كل محرك خاضع لعملية الاهتزاز، يهتز المحرك الميكانيكي، فيه اهتزاز في المحرك يهتز. إذن كاين زوج عوامل، ثلاثة عوامل بطبيعة الحال، اللي هي الأكسدة، أوكسيداسيون. الأكسدة ممكن أن تسبب خلل تقني، خاصة في الوصلات ما بين الدينامو لابوبين الالترناتور والبطارية. الوصلة راهي تلعب دور مهم جدا 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 في الوصلات، الوصلة الجيدة، ان ميور كوندكتيفيتي الكتريك. الوصلة تلعب دور كبير كبير جدا جدا في الكهرباء السيارة، بحيث خلل بسيط. انا خطرة وقع لي مشكل، راح يزيد ان شاء الله في التجربة تاعكم، اللي هو بحيث خلل بسيط جدا جدا، جاءت بشريت بطارية، وأنا ذاك كانت عندي بطارية جديدة، كانت عندي بطارية جديدة وما شاء الله بطارية نوفا، كان عمرها أنا ذاك عندي 5 سنين ولا ملي شريتها. مشكل الفلاش هذا، المرة الجاية ما نزيدش نوتيليزي لو فلاش، انكرويابل، جو سوي اليرجيك بور لو فلاش، ما نجيش نستعمل الفلاش هذا يعني. ما دير إن ما بيرتوربي لا فيديو هذا، وما كاش كيفاش نحبس حتى يخلص الفيديو للأسف الشديد. قلنا بسبب خلل بسيط جدا جدا، انيكرو خطأ فادح ارتكبه التقني، لابورن بلس تاع الالترناتور، بدل من ان يزيره بالبلاكلي باحكام، زيره بدون نساه ما زيروش مليح. واش وقع لي مشكل في البطاريه؟ فيوت لي يبعت حسب دوران المحرك من 13 12، تبدا 12.50 فما فوق، 12.5 إلى 13 14 15 فولت، أصبح هاي بعت لي 11.30 فولت، 11.35 فولت، وبالتالي 11.35 فولت، مش راح يشارجي البطارية السيارة اللي هي فيها 12 فولت، 12 فولت ونصف كهرباء دي سي، ممكن في بعض الأحيان أن تصل إلى 13 فولت دي سي حسب دوران المحرك، وممكن أن تصل كذلك إلى 14 فولت دي سي. أصبح يبعث للالترناتور 11.30، 11 فاصل مع الاكسيليراسيون
التسارع تاع السيارات تاكسي ليري 11.50 كحد أقصى، وبالتالي ولا ما يشارجيش البطارية، وطاحت البطارية. واحد شريت البطارية ب 750 ألف بسبب بولون ليكرو، بسبب نيكرو مال سيري، ما تزيرش مليح، فما بالك في أمور أخرى اللي ممكن تكون باهظة الثمن، قطع غيار إلكترونية أو طرمبة بنزين مثلا، ممكن أن تكون باهظة الثمن وبكثير على ثمن البطارية. إذن بما أن الوصلة الكهربائية معرضة إلى التلف، بما أنها معرضة للتلف، النحاس وليبورن كذلك، ليبورن تاع الأسلاك ممكن أن تتأكسد، وبالتالي يصبح المرور، التيار الكهربائي يصبح مرور بصعوبة جدا جدا بسبب أكسدة هذه المواد. إذا ممكن النحاس الداخلي، الأسلاك ممكن أن تتأكسد، ولا يخفالك كذلك ممكن تتلف وتتقطع بسبب سوء الأحوال الجوية. والفصول الأربعة من مناخ، من حرارة وبرد ورطوبة على هذه الأسلاك كذلك ممكن أن تتلف كذلك. وناهيك على كذلك المادة العازلة اللي هي المطاط، هي مادة كذلك قابلة للتلف، حتى المطاط ممكنه أن مع مرور السنين ممكنه أن يتلف ويفقد مصداقيته وصلابته، وبالتالي فالأسلاك عارية بهذا الشكل تصبح هشة، مثل ما حدث في محرك تورامر. شوف هذا لاتر، شوف كيفاش يقول، خطر المطاط العازل تبيري ما يبس. شوف ولا يتكسر وحده وحده، شوف 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 كيفاش ولا يتكسر. شوف، إذا نصيحتي من هذا المنبر إلى جميع الكهرباء السيارة هم على دراية بالأمر، لكن البريكولاج أنا أقدم نصيحة حياتي هذه، أقدمها للناس اللي تبريكو لي بريكولاج. أنت تخدم السيارة تاعك قبل أن تشرع في الدياغنوستيك، قبل أن تشرع في تغيير قطعة إلكترونية أو طرمبة بنزين أو بطارية أو مجموع أجزاء في السيارة محرك، قبل أن تلجأ إلى تغييرها لابد أخذ الملتيمتر أو الأفومتر، وتراقب الوصلات الكهربائية عن كثب، تراقبها من نقطة ألف إلى نقطة باء، أو من نقطة ألف إلى نقطة جيم بالعتاد الملتيمتر، وتتأكد من سلامة الوصلة، ضروري جدا جدا جدا. حتى الوصلة في الطرمبة تاع البنزين ممكن أن تتسبب خلل في لافيش، تقدر تطيح كومبان كذلك بسبب تراكم الغبار والأكسدة وين الكونتاكت تاع لافيش، خطر الخيط الكهربائي جاي من البطارية ولاحق حتى الطرمبة، باش يتاكوردا مع الطرومبا كاين اون فيش مالي فيمال يدخل في لافيش مالي فيمال، تماك ممكن ان في هذيك لافيش مادة تراكم مادة الغبار تزايد عليها اكسدة، ممكن ان تعطينا خلل تقني في توصيل الكهرباء للطرومبا، وبالتالي بزاف الناس يوقعوا في الخطأ، يلجأ الى تغيير طرومبة بنزين جديدة وهي غير تالفة، ممكن صيانتها بتنظيفها وإعادتها إلى مكانها الأصلي كما هي، ممكن تزيد تمشي بها سنين بسبب الفيشة. إذا قبل أن تلجأ إلى تغيير أي قطعة موجودة، خاصة القطعة الإلكترونية
او حتى قطع ميكانيكية. انا نهضر على الكهرباء سيارة قبل ان تلجأ الى تغيير قطع الكترونية موجودة في السيارة، لابد مراقبة الوصلة عن كثب وتأكد من الوصلة جيدة. هنا اللي راح يوقع الخطأ، وهنا اللي راح يوقع تبذير كبير 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 عند الناس اللي بريكولي. راقب الوصلة تكون تالفة ويلجأ إلى التغيير، ومن بعد إذا كانت الوصلة تالفة وتبدل طرمبة يزيد يوقع لك نفس المشكلة وتزيد الطحامبة، لأن الوصلة متضررة. إذا تأكد أولا وقبل كل شيء من المسار الكهربائي من نقطة ألف إلى نقطة باء، هل هو سليم؟ هل هو غير مؤكسد؟ هل هو غير متقطع؟ هل الكهرباء تمر فيه بشكل سليم ودقيق؟ ومن بعد إذا صبت هذه الأمور هما أولا وقبل كل شيء تصيبهم بالسليمة، ومن بعد الجأ باش تشري بطارية ولا تشري هذا. أنا خسرت 750 ألف، خوتي لا لا إله إلا الله محمد رسول الله. البطارية الآن راهي مرمية في داري فلاضية، شريتها 600 ألف ودوك راه زاد الشي شوية. لا الآن راهي مرمية، راني خايف تبيريما باسكو دخلت في باب تبديل. أنا بونو كان مديسيري في لارتيناتور اللي هو لو بورن بلوس الموجب للارتيناتور، لجأت إلى شراء بطارية بأكملها 750 ألف. كنت واعي في البريكولاج هذاك الوقت، كنت بريكولي شوية هنا وهنا بديت نفيق. إذا أنا ننبهكم، أعطيتكم نصيحة في الله لإخواننا البريكولاج في كهرباء السيارة، حذاري ثم حذاري. ولا أنت ماشي والع في البريكولاج، أدي السيارة تاعك عند ناس مختصة في المجال. أختكم البريكولاج هذا العشوائي تعرف، اللهم بارك، تعرفش روح شوف عند واحد آخر بارع به، يقدر ينقذك من تبذير أموال طائلة جدا جدا. يعطيكم الصحة على اليوتيوب، بارك الله فيكم، و سلام على بخوشان، حيطاو الحذر في الطرقات. ميرسي، سلام.